ياسين أبو رائد الناشط الإعلامي من حلب أيضا. ياسين، ما الأحياء التي وصلت إليها فعلا المياه حتى اللحظة؟ نعم أخي، السلام عليكم. طبعا وعليكم السلام. المياه وصلت إلى معظم أحياء مدينة حلب، ولكن بالنسبة لمدينة حلب الضخ المياه ضعيف جدا، كما وصلنا من جميع الأخوة الناشطين وأيضا من جميع الأهالي. ضخ المياه طبعا ضعيف، ما لا طبعا ليس هناك قدرة للمياه الصعود إلى طبعا الطابق الثاني أو الثالث أو الرابع أو الطوابق العليا. لذلك الموضوع الذي جرى الآن أو الحل الذي جرى الآن هو غير كافي مطلقا لإعادة ما المياه إلى المطلوب مدينة حلب، ياسين؟ هناك مشاكل كبيرة. ياسين اسمح لي، إذا كنت تقول أن الحل الذي جرى هو غير كافي، ما المطلوب؟ ما الذي يجب أن يعمل حتى تصل المياه إلى حلب؟ ياسين هل أنت معي؟ عفوا سيد، نعم عفوا، لو تعيد السؤال نعم، فقط. أعيد لك السؤال. قلت أن ما حصل أو الحل الذي توصلوا إليه هو غير كافي ولا تصل المياه بشكل جيد إلى باقي إلى معظم أحياء حلب، ما الحل برأيك وما المطلوب؟ نعم طبعا، المطلوب بالنسبة لهذا الموضوع دخول فرق الصيانة أولا إلى محطة الصاقور وإيقاف، وطبعا إنشاء هدنة بين قوات النظام وأيضا بين الثوار في من تلك المنطقة لإصلاح مضخات المياه الرئيسية، أيضا لإصلاح ما طبعا عطل منها. أيضا هناك خطوط رئيسية قصفت في مدينة حلب، أيضا بعضها في خطوط اشتباك، يجب أيضا أن تتوقف هناك، يجب أن يكون هناك هدنة بالخطوط الرئيسية وذلك عن طريق الهلال الأحمر لإصلاح طيب تلك الخطوط. طيب ياسين اسمح لي أن أيضا أسألك هنا في هذه النقطة بالتحديد، اسمح لي أن أسأل، هل نقلتم هذه المطالب إلى الهيئة العامة لمجلس محافظة حلب الحرة، حيث بالأمس كان هناك اجتماع عقدوه في لمناقشة هذا الموضوع وتوصلوا يعني في رأس ما تم نقاشه هو انقطاع المياه، هل نقلتم هذه المطالب أو هذه الحلول إلى المجلس؟ نعم سيدي، يعني دعني أقول لك أنها هذه طبعا هذه الحلول وهذا هذه الأسباب أنا أخذتها من أعضاء في مجلس محافظة حلب شخصيا، أها. وهم من طرحوا طبعا المشكلة وطرحوا الحلول لهذا الموضوع. هم يعتمدون على الحل على الهلال الأحمر السوري ليستطيعوا الدخول وتصليح الأعطال الناجمة. أيضا بالإضافة إلى ذلك هم قالوا أنه أن النظام لم يقم بإرسال أي قطع تبديل لمحطة الصخور، هو فقط يستفيد للمناطق التي يسيطر عليها من المياه، وأيضا يستفيد للسكنات العسكرية المتواجدة في مدينة حلب وأيضا طيب المناطق الأمنية، وضحت دون الصورة، طبعا وضحت الصورة أيضا ياسين، سأعتذر يعطل منك لضيق الوقت، شكرا لك حتى اللحظة. ياسين أبو رائد الناشط الإعلامي حدثنا من حلب، أعود إليك.